أخبار اليوم. محمد حنفي هنشوف مدير عام المبيعات المركزي. هو في الحقيقة أنا بالنسبة لي ما عنديش ارتفاع أسعار. أنا عندي حاجة مهمة جدا، 3 درجات داخل السفر بقطارات الهيئة. درجة أولى وثانية مكيفة، درجة ثانية مميزة، درجة ثالثة مطورة. الدرجات العادية لم يطرأ عليها أي زيادة أسعار منذ عام 1999. أنا بقالي 17 سنة ما عدتش أمرة الدرجات العادية والجيل تحديد. وعلى الرغم من ذلك أنا بالنسبة لي أجرة التذكرة بتمثل الحالية 50% من تكلفة التذكرة. يعني أنا ببيع ب 50% من التكلفة. أنا بالنسبة لي قدمت خدمات جديدة. دخلت قطارات جديدة، نفس العدد قطارات المكيفة اللي كان شغال هو نفس العدد اللي موجود. ولكن زودت قطرين اثنين زيادة بخدمة جديدة، خدمة الـ VIP بسعر يختلف. أسعار ما بنزودش أسعار. يعني تخيل حضرتك التذكرة من القاهرة لأسوان 879 كيلو ب 67 جنيه. وسائل النقل البديل بره 900 كيلو، انت بتركب 900 كيلو ب 67 جنيه. يعني 67 جنيه بالنسبه ل 900 كيلو شيء طبعا يعني بسيط. اما اجي اقارن بقى سعر تذاكر الهيئه بوسائل النقل البديله اللي بره سواء عربيات باصات، واحنا دايما على اتصال دايما بالمواقف بره وبيجيب مستوى الاسعار بره، النقل البديل بره مستواه ايه؟ بنلاقي نفسنا 50% من النقل البديل بره. بقيت 50% من تكلفتي و 50% من النقل البديل. بقدم خدمات داخل القطارات، ويمكن حضراتكم هتشوفها على الطبيعه النهارده، القطر الدرجه الثالثه. مش هتكلم كمان عن المكيف عشان ما نقولش ان احنا هنقول عن المكيف. لا انا بتكلم على الدرجه الثالثه والثانيه العاديه النهارده، شباك موجود في قلب القطر، باب موجود في قلب القطر، اناره كافيه كامله بالنسبه للعربيات، نظافه بالنسبه للاستكات في الورش قبل ما تطلع كاملة، بحيث شيء يليق بالمواطن المصري والخدمة المقدمة، وبرضو احنا بنبتغي الخدمة الأعلى لأن المواطن بياخد مننا كل خدمة وعروسها نحاول بنأديها، ويا رب يكرمنا ونحاول نكون عند حسن ظن. أنا عندي 36 قطر مكيف كانوا شغالين في إبلي القاهرة أسوان. أنا أبقيت على 36 قطر زي ما هو ودخلت قطرين جداد بسعر جديد. القطارات الجديده اللي هي الفي اي بي اللي دخلت دي هي دي بسعر جديد، سعر يناسب الخدمه. انا النهارده ما انا عاوز اصرف على مستوى الخدمه اللي موجود اللي هي ثابته ما اتغيرتش ما اتعدلتش ما بقتش ناحيتها من 2008 وانا واقف سعري زي ما انا. بالنسبه للمكيف ما عدلتش قيمتي. فالنهارده انا وحتى لو لجأت لزياده سعريه، ودي محل ان احنا بنحاول نفكر فيها، ان احنا حتى نحاول ندرس برضو احنا مرتبطين بمستوى الدخل ومستوى قدره المواطن على الدفع في عمليه السفر. انا بقول لحضرتك اهو التذكره الاسوان في الدرجه المكيفه ب 67 جنيه حضرتك من القاهره لاسوان. طب والدرجه العاديه من القاهره لاسوان اللي هي الدرجه المميزه القطر المميز اللي مش مكيف ب 28 جنيه. تخيل انت بتركب 900 كيلو ب 28 جنيه. هات لي سعر العربيه بره كام؟ سعر الاتوبيسات بره كام؟ فانا النهارده اسعاري ما تعدلتش بالنسبه للدرجات العاديه ولم يطرا عليها تغيير. الدرجات المكيفه لم يطرا عليها اي تغيير فيما عدا بعض الخدمه الجديده اللي دخلناها لقطارات الفي اي بي، وديت بسعر خاص على اساس ان احنا نحاول نصرف على مستوى الخدمه ونجدد. احنا يعني لازم نعرف حاجه، الخدمه لازم تتطور. النهارده انا لازم اطور الخدمه، فانا النهارده بشغل استوكين مثلا نفترض بسعر الفي اي بي عشان اقدر اصرف على بقيه الخدمات اللي هي للمواطن العادي اللي مش قادر يدفع. عمليه زياده الاسعار ديت يعني الهيئه ما بتلجأ لهاش، خاصه ان في نقطه ان احنا برضو مرتبطين بمستوى دخل وبعد اجتماعي. انا بوفر الخدمه زي ما بقول لحضرتك، انا الدرجه العاديه من 1999 سنه 1999 ما اتعدلتش حتى هذه اللحظه. النهارده بتركب القطر من القاهره لاسكندريه ب 10 جنيه. انهي عربيه ب 10 جنيه؟ 208 كيلو. يعني على الاقل حاليا قدامي دلوقتي ما فيش زياده اسعار اصلا، يعني احنا شغالين وحضرتك ممكن تنزل على اي شباك دلوقتي حتى تتاكد من الكلام اللي انا بقوله. التذكره
لاسوان الدرجه المميزه ب 28 جنيه، تذكره لحد اسكندريه لما الدرجه المميزه ب 10 جنيه، الدرجه المكيفه 67 جنيه، الدرجه الاولى ب 132 جنيه، احنا عندنا يعني عاوز اقول على حاجه برضه يعني الدرجه العاديه في تذكره بجنيه. النهارده انت بتمشي قطر لمسافه 40 كيلو بجنيه. في تذكره بجنيه. طب الفتره المقبله يا فندم في ناس النهارده هو لو بيقول تذكره الهيئه بجنيه. مين يقول كلام 40 كيلو بقى بجنيه؟ خدمة مقدمة للراكب، كرسي، حضرتك انزل، أنا نفسي حضرتك تزور قطر درجة تالتة، وأنا باجي يمكن من محافظتي في قطر درجة تالتة يوميا. يعني أقسم بالله يعني مستوى نظافة عالي جدا جدا جدا، شباك موجود، إنارة موجودة، أمن موجود في قلب القطر، مستوى نظافة عالي جدا الحمد لله، أدوار مياه محترمة جدا، يعني الهيئة في تطوير. ومش برضه مش هقدر اقول ان انا وصلت لدرجه الكمال في التطوير. يمكن دي حقيقه المواطن مش راضي اقولها لحضرتك حتى هذه اللحظه، ما خدش كل حاجه. بالعكس احنا بنتبع للخطه اللي موجوده، ويمكن حاليا الهيئه ماشيه بحاجه اسمها خطه التاسيس. جميع السكات اللي بتيجي من جميع الرحلات بتخش خطه التاسيس داخل الورش لاعاده تاهيل العربيه بالشباك يركب تاني، لمبه انكسرت نتيجه لاساءه بعض مستخدمي القطارات للقطارات، بنركب الفوائد دايما. مستوى الخدمه احنا بنبغي ان احنا نوصل، انا ما بقولش ان انا وصلت لدرجه الكمال، لا بالعكس المواطن له حق اكتر من كده عندي، وانا بحاول ان انا اطور خدمات الهيئه بالوضع اللي احنا حاليا دلوقتي. ويمكن لو حضرتك هتشوف عربات الدرجه المميزه العاديه، يعني انا برضو لحد هذه اللحظه انا ما بقتش اتكلم عن القطارات المكيفه، على اعتبار برضو لو اتكلمت عن المكيفه يقول لي اتكلم عن المكيفه، لا انا بتكلم عن قطر الدرجه الثالثه والدرجه الثانيه. لو حضرتك نزلت لاي سلوك درجه ثانيه او درجه ثالثه وبصيت فيه هتلاقي نفس الخدمه فيما عدا فرق هي التكييف. جوده الخدمه المقدمه للجمهور، لازم الجمهور له متطلبات عندي. انا عارف ان احنا قد نكون مقصرين او عندنا جزء، بس امكانياتنا محدوده. الهيئه النهارده ايرادها بيمثل 50% من التكاليف، التكاليف بتاعتنا عاليه جدا. سعر التذكره النهارده بيمثل 50% من التكلفه اللي هي بتتكلفها التذكره عشان توصل لايد الراكب او الخدمه توصل للجمهور. ومع ذلك احنا كسكه حديد محافظين على نفسنا ومستوى الخدمه مع عدم النظر للاسعار، لان ده حق الراكب عليا او المسافر عليا. في الحقيقه يمكن الهيئه القوميه لسكه حديد مصر للرياضه الاقتصاديه اللي هي بتلجا لزياده ايراداتها سواء التقليديه او غير التقليديه. واحنا الحمد لله بنشهد خلال الفتره الاخيره فتره كبيره جدا، بقالنا دلوقتي فتره كبيره جدا زياده ايرادات. يعني انا هضرب لك مثال، الشهر مثلا شهر 3 دوت احنا محققين زياده 94 مليون جنيه شهريا، مقارنه بشهر 3 السنه اللي فاتت 69 مليون، يعني زياده ايراد كبيره طبعا بتمثل حوالي زي 30%. ماذا عن العقوبات يا فندم لمن يسيء للسكة الحديد ولمن يسيء لقطارات الدولة؟ حوالي 25 مليون ونص زيادة الشهر ده على الشهر اللي فات السنة اللي فاتت. الشهر اللي قبل منه شهر فبراير مثلا مقارنة بفبراير السنة اللي فاتت كان حوالي 30 مليون جنيه زيادة عن فبراير 2015. عقوبات يا فندم؟ طبعا هي العقوبات، يعني احنا قبل ما نلجا للعقوبات وقبل ما نلجا لحته الاشياء التحذيريه، انا اطور مستوى الخدمه بتاعي الاول بحيث الراكب نفسه يبقى لديه قناعه على انه يحافظ على الخدمه اللي هو فيها. ودي انا لاحظتها حضرتك في قطاراتي اللي انا بقول لحضرتك انا باجي من محافظه قطر درجه ثالثه. الراكب لما لقى شباك راكب ازاز راكب اناره موجوده قطر نظيف بدأ يغير من سلوكه البشري نحو المحافظة على مكتسباته. فأنا النهارده مش هقول لك كل الركاب يعني برضه عشان خاطر يعني، لكن الفئة العظمى من المجتمع أو من المواطن المصري حاليا دلوقتي لقى مكتسبات، فلازم يحافظ على مكتسباته مش بتاعته هو، بتاعته بتاع أولاده. أنا بقول لحضرتك النهارده القطر الدرجة الثالثة تشوف مستوى النظافة فيه، شباك، إنارة، حمام، أمن إداري موجود، خدمة موجودة داخل القطر، معاد. وأنا لازم أركز على كلمة المعاد لأن الوقت مهم جدا بالنسبة
لأي اتحاد اقتصادي للتنمية.